أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها ويزهر الخلق جراها ويختصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مرة أخرى مع ضيفي الدائم الشيخ عائض القرني، ونحن نتنقل لا نقول بين البساتين ولكن بين الصواعق. السلام عليكم شيخ الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا زلنا مع صواعق المتنبي التي هو ذكرها في شعره وفيها إبداع وإمتاع. نريد أن ندلف من خلال نمط مختلف ويتعرض له الكل غالبا في أنماط الحياة الحالية، ونفتتح ومن نكد الدنيا. نعم جميل، هذا بيت له يعد هو البيت كأنه الأول، والله أعلم محمود شاكر وقف عنده في كتاب مع المتنبي، والمتنبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنت ادعيت النبوة، قال من عثرات الصبا. قالوا ما هي معجزاتك؟ قال ومن نكد الدنيا. هذا البيت شهير. الله أكبر. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد. قصيدة هذه حتى محمد عبده الأستاذ المصري الشيخ رحمه الله يقول لجلاسه اشرحوا لي هذا البيت، وهم يعني علماء، أقل فعالي بل أكثره مجد، وذا الجد فيما نلت أو لم الجد، وقيل ذا الجد فيما لم نلت أو لم أنا الجد. جد. معنى البيت يقول إن أقل فعل قليل أفعله أنا ترى مجد كبير عظيم، وأنا الذي فعلته من الجد ولو لم أكن أحصل على المجد ترى هو مجد وجهد بحد ذاته إلى أن مشى فيها، ويقول وأمشي وأمضي كما يمضي السنان لطيتي، يقول كأني السيف إذا أردت شيء، وأطوي كما تطوي المجلحة العقد، يعني الذئاب على أصبر على الجوع يعني. ثم يقول ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقة بد. استطرادا يقول ابن حزم كان أبي وزير لابن جهور طبعا في الأندلس، فأتى أحد أعدائه يريد خطابا وقضية، فكتب في الرسالة أن مضطرين أن نخاطبك، وكما قال المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقة بد. قال أنت تخاطب الوزير الآن وتطري الشفاعة وتجيب هذا البيت؟ فقال فقلب أبي الخطاب وكتب فيه ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى صديقا له ما من عداوته بد. يقول كنت صديق لنا لكن الحين بنعاديك. صحيح، ما دام تعرض منه. شوف الحكمة، هو هذا البيت يا أخي عظيم وجليل ومعنى في الحياة. يقول من نكد هذه الدنيا عليك أنها تحوجك أحيانا تجامل أناس وتداريهم. يا أخي الواحد ما يسوى استغفر الله حبل، قطعة حبل ما يسوى جلد، والله أنك تتخضع يعني تمشي الأمور يعني تسايره على سنة ساس. حتى يقول زهير ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسمي. إذا ما كان عندك في يعني مرونة في الحياة تجبر هذا وتجامل هذا، ما هو بنفاق، هذا يسمى مداراة. فرق بين المداراة والمداهنة. يقول علماء المداراة أن تدفع شيء من الدنيا ومن الجاه ليبقى لك شيء من الدين من القيمة والخلق والدين، والمداهنة المحرمة أن تدفع شيء من دينك ليسلم لك شيء من دنياك. نريد كلمة حر يا شيخ، ونحن نتكلم عن المتنبي وعن الصواعق، لم يستخدم ومن نكد الدنيا على المرء. نعم، استخدم كلمة حر. الحر هو الشريف المتميز، وقول حنا في الإسلام ما عندنا عبد، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا عبد. العبد هو العبد الخسيس هو الفاجر المنحرف عن منهج الله، أما من هو عبد لله فهو حر شريف. يقول إن النبيل الحر الشهم الماجد من نكد الدنيا عليها أنه يضطر إلى أن يتعامل مع أناس لا يسوون شيء. أنت يمر بك ناس تصبح مصيبة مصيبة، ويمر بك ناس سفلة وسقط وناس لا خلاق لهم، ولا فإذا ما مشيت الأمور تدخل في مشكلة معهم. صحيح. فأنت تصانع. يقول معاوية لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا شددتها إذا شدوها أرخيته، وإذا أرخيته إذا أرخوها شددتها، أو كما قال. هذا يدلك، أنا أرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري كتب باب مداراة الناس في باب الأدب. سمع صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن أنه جاي بيدخل، وعيينة ارتد عن الإسلام وكان يسمى الأحمق المطاع، هو أسلم فيما بعد رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذن له بئس أخو العشيرة.
فلما دخل أقبل عليه وهش وبش. فلما خرج قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله أنت قلت. فلما دخل قال: إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. الله، بعض الناس فاحش، بعض الناس مؤذي، حاول أنك تدفع بالتي أحسن. وأنا جالس مع علماء وحكماء في حياتي كنت أقول كذا، قال: لا، حاول تدفع بالتي أحسن، حاول تكسب، حاول حتى تطفئ شره وتطفئ ضرره، ولعلك تحيده أو تكسبه. عبد الله بن أبي ترى شرير وخائن للرسالة، عبد الله بن أبي بن سلول، قالوا: يا رسول الله نقتله. قال: لا، يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. الله أكبر. فلذلك بهذا الخلق العظيم نشر صلى الله عليه وسلم رسالة الحق في العالم. فالمجاملة مطلوبة في حدود الحق، لا تكون مداهنة، تكون مداراة. داري من يدري دارة، المداراة وليست المداهنة. المداهنة فيها نفاق، فيها كذب. أما المداراة كلمة طيبة وجبر خواطر وتتنازل عن شيء من الحقوق على سبيل التسامي. يا شيخ، تسامي. نعم. تسامي عن الصغائر. والله سبحانه وتعالى ذكر المدار، وذكر سبحانه وتعالى الشرف في الرسالة، وذكر التسامي كما تفضلتم. يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قال: ادفع بالتي أحسن. الله أكبر. ولهذا يقول الشافعي: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابة السكوت الصمت. وكم من قرأت أن الذهبي يقول، أحد العلماء يقول: يا بني عليك بالتغافل، فإن التغافل دفن للمعايب. الله أكبر. دفن للمعايب. أنت لو رددت على كلمة تسمع عشر ترى، لكن لو تغافلت على أول ترى ما يجي بعدها شيء. الله. التغافل. يقول أبو التمام: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. الله أكبر. المتغابي، إنك كأنك ما سمعت. وكان دائما كرر ترى حاتم قال هذا، والسادة قالوا هذا، يقولنا إننا نتغاب وكأنما سمعنا. حتى يقول أحد الشعراء ذكره صاحب أدب الدين والدنيا الماوردي، يقول: فإن الذي قالوا خلاف، فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا خلافك لم يقل. يقول: فإن دخسوا بالقول فاحفك تكرما، وإن ستروا عنك الحديث فلا تسأل. الله أكبر. فإن الذي يؤذيك منه سماعه لا تسمع، وإن الذي قالوا خلافك لم يقل. ابن سعد له كتاب الوسائل المفيدة، يقول: اعلم بهذا النص، شيخ ابن عثيمين رحمهم الله، اعلم أن الكلام القبيح السيء الخبيث الذي قيل فيك يضر قائله ولا يضرك. الله أكبر. هذا معنى عظيم يا شيخ. والله معنى، هذا معنى تربوي ونرى وهذا الذي نريد أن نركز عليه الآن. الكلام القبيح بكافة أوجهه جدا ينبع من صاحبه ولا يضر من وجه إليه. كلمة العورة على من قالها. قال سبحانه وتعالى: لا يضركم إلا أذى. يقول دي كان يجي في دعاء القلق، قال: كن عصيا على النقد، كن عصيا على النقد. وتعرف أن أنا مربن، يقول لك أمريكان: الناس لا يرفسون كلبا ميتا. الشجر المثمرة هي التي ترمى يا شيخ. الله. ولذلك إذا رأيت الناس يتكلمون عن أحد قيل الحنف: من هو السيد؟ قال: من إذا غاب اغتابوه، وإذا حضر هابوه. الله. تجد العين والكريم والجيد إذا حضر: مرحبا محمد، تعال هنا هنا. وإذا خرج: حسبنا الله عليه، ترى فيه كذا وترى فيه كذا. ولهذا يقول أبو العلاء: تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا عيب لي إلا العلا والفضائل. ولهذا ينبغي علينا نصبر ونحتسب. ادفع بالتي يحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا منهج القرآن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، ونعفو عن من ظلمني، ونعطي من حرمني. يقولون لمعاوية: ما بلغ بك في سنك نراك هرمت وشيبت، عاد يصبح صلى جالسا. قال: الله، كم تجرعت من الغصص. الله أكبر. الصبر تجرع الغصص. الله أكبر. حتى يجيك واحد تافه، واحد أنت خير منه وأكرم منه وأشهم منه، يسبك سب مكذع ويتكلم عليك. الله، كم تتجرع من الغصص. الله أكبر. ولذلك هذا هو الحلم. وقال يقول الأحنف: بما ست بني تميم؟ قال: أرخصت لهم عرضي فسبوني، وأرخصت لهم مالي فأخذوا. الله. يعني يسبون، لأن السفهاء يجيك إذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يسبه سفيه ويتكلم عليه. والله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: فاصفح الصفح الجميل. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام: في القرآن صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل. الصبر الجميل لا شكوى فيه. الله. الهجر الجميل لا أذى فيه. الصفح الجميل لا عتاب فيه. الله أكبر. شوف يقول صبر جميل. شوف صبر، الصبر مر ترى، الصبر علقم. الله. الصبر ترك تتحس جرع، ولكن سموه جميل. جميل لأثاره، يعني الله بعدين للثمار اللي بعد إذا صبر. ثمار الصبر. ولذلك يقول: ما ازداد عبد بعفو إلا عز. الله يعزك بعدين بالعفو إذا عفوت، وتجد كيف ينصرك الله.
ويفك على هذا السيء المجرم الساقط واحد أجهل منه. الله أكبر. في نريد أن نقف قبل أن تسترسل هذا السلسال العذب لا يمل يا شيخ عايض، ولكن سنتوقف كعادة البرنامج مع فاصل قصير وستستمتعون بهذا الفاصل، ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل، وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى، ونعود مع التسامي على الصغائر. يقول عبد الله البردوني: وما علوت جليا إلا لترمى وتقطف. ونعود مع شيخنا من خلال الأحنف بن قيس. أحسنت، ذكرتني بقول البردوني: وما علوت جليا إلا لترمى وتقطف. يقول ولم يقول واحد عن نفسي: ولما وكنت أظن أن الجنة عند استراق السمع ترمى بالنجوم، فلما أن علوت وصرت نجما رميت بكل شيطان الرجيم. الله أكبر. هنا الأحنف بن قيس سادة بالحلم. الحلم ترى عز بضاعة الآن، أقل بضاعة ترى، مو بعضهم يدعي الحلم مو بحليم. قصص عجيبة عن الأحنف يا شيخ. يقول الأحنف بن قيس قيل له: ممن تعلمت الحلم؟ قال: تعلمت بن قيس بن عاصم. زيد قيس بن عاصم أدهى ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال: كيف؟ قال: كنا معه في مجلس بني تميم وكان يحدثنا محتبي، تعرف الحبوة. محتبي الحبوة. قال: فأتى ابنه سريعا، قال: فلان ولد فلان قتل أخي اللي ابن قيس. الله أكبر. قال: قتل يعني ابن قيس قتل. أيوه. قال: فوالله ما حل حبوته ولا أنهى حديثه. القصة كملها. قال: فلما انتهى قال: اذهب إلى أخيك فغسله وكفنه وتعال بنصلي عليه. الله أكبر. وأنا أدفع الدية لأمك، يعني أم الولد. أم الولد لزوجه. فقام شعر بني تميم قال: عليك السلام، لأنه مات بعد، عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. الله أكبر. تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلم. وما كان قيس موت واحد، ولكنه بني القوم تهدم. الله أكبر. هذا الأحنف كان مضرب المثل في الحلم، يجلس يرعى الغصص. الله أكبر. ومن السفهاء حتى أعيا الناس في عندهم في العراق أن يغضبوه، فأجاوب رجل سفيه وأعطوه مبلغ من المال، قالوا: إذا اجتمعنا فحاول أن تلابس كذا وتزعل يعني الحنف وأعضه على وجهه، أضربه على وجهه قدام الناس، يبين الآن الحلم. فاقترب من فقال الأحنف: كذا وكذا. قال الأحنف: لا، الأمر كذا. قال: كذبت. قال: استغفر الله. يقول الأحنف: قال: بل كذبت. فرد الأحنف فضربه على وجهه. المضروب الأحنف. أيوه. الله أكبر. قال الأحنف: أظنهم أعطوك مالا، لكن ليس أنا المقصود، هم يقولون سيد بني تميم، سيد بني تميم جارية من قدامة، وهذا مبلغ مضاعف، يعني ما 10 درهم 20. قال: أسألك بالله. قال: إيه هو سيدهم، ولك مني هذا، أغضبه أنت. فهو سيد الحلم، وذاك يغضب إذا سلم عليه إنسان، إذا هبت الريحة ذابح. قال: فذهب إليه فكذب جارية من قدامة. قال: أنت تكذبني؟ قال: نعم. ثم ماذا؟ مد يده فلطمه، فقام جارية فقطع يده. قال الأحنف: أنا والله الذي قطعت يده. الله أكبر. الحلم والحكمة. الحلم والحلم والحكمة. الله أكبر. ولهذا سبحان الله، الله ينصر الحليم، ينصر، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. الله أكبر. يقول سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله أحب المحسنين. شوف يا أخي، ثلاث منازل: والكاظمين الغيظ، تكتم في صدرك ولا تقول شيء، لكني يطبخ موجود، هذا مأجور، درجة جيد هذا. والعافين عن الناس تقول عفو عام، أصدرت عفو وأصلحت ولا عاد في قلبك شيء، هذا عفو عفوت عنهم، هذا جيد جدا. والله حب المحسنين، تحسن وتهدي لهم هدايا وتعطيهم وتقف معهم وما ساووا، حتى يقول أبو تمام: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم ونعتذرون. وهذا لا يكون في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي، موقف صلى الله عليه وسلم مع أخته الشيماء بنت يزيد يقف له التاريخ ويصفق له الدهر. ياتي فاتح صلى الله عليه وسلم والشيماء راحت
يعني في البادية أظن أخته من الرضاعة، وجاء الخبر وأتت إذا أصبح فاتح ونبي معصوم صلى الله عليه وسلم، وإذا الجنود حول 1000 فوق رأسي صلى الله عليه وسلم بالسلاح وبالسيوف. قالوا أقبلت أختك من الرضاعة، فقام صلى الله عليه وسلم وبكى وقبلها وأجلسها مكانه وقام يظللها من الشمس. لا إله إلا الله. قال الحياة معي، حياتي والموت تبقين معي. قالت أريد أن أعود، فأعادها مكرمة معززة وشيعها وأعطها سربا من المال وأكرمه وقال تعودي لنا دائما. شيخي مع الكلام عن سعة الصدر وعن الحلم وعن الأخلاق، نريد وقفة مجتمعية نسمع وأنت من المشايخ الذين لهم أيادي بيضاء في الفتن التي تحدث في المجتمع من القتل والتعجل والغضب والرهق مما ينتج عنه مصائب عظيمة على الأسر. نريد أن نتحدث عن الحلم قليلا تطبيقا في المجتمع. أنا يا أخي لو أخذنا برسالة، الخلق ترى في سطر واحد، الخلق في سطر، وترى السعادة في سطر. يقول صلى الله عليه وسلم في الخلق ويقل من سطر: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أجمع العقلاء على أن هذه الكلمة أساس الخلق الحسن. قيل لبحد من هو حسن الخلق؟ قال من لا يغضب. يعني طبعا بنغضب لكنك حاول لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يقول أبو ذر: يا رسول الله أوصني. كان غضوبا. قال لا تغضب. قال زدني. قال لا تغضب. قال زدني. قال لا تغضب. الله أكبر، وكأنها المفتاح. نعم، ترى من علامات معجزات نبوة صلى الله عليه وسلم أنك إذا غضبت وزدت زاد حلما، فإذا زدت زاد حلما، مكتوب في التوراة هذا. جاء سعيد بن سعد بن سعنة يهودي من علمائهم، وجد في التوراة أنك إذا غضبت وزاد حلما، إذا غضبت وزاد حلما. قال أجرب هذه. وقال اليهود: أتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا صاحب مال وتاجر وأريد أعطيك إلى أن يمد الله وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج، أول ما هاجر أخذ منه دين لبيت مال المسلمين، وقبل الأجل أتصل دخل المسجد أمام الناس عشان يغضبه. صلى الله عليه وسلم والتفت قال: يا محمد إنكم قوم مطل يا بني عبد مناف، أقرضتك ولم تعطيني قرض. قال بقي بيني وبينك الأجل. قال الأجل حان ولا تماطني حقي. فقال فدارت عيون عمر في الصف الأول، وقام أريد قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: أنت يا عمر كنت أولى بأن تأمرني بحسن القضاء وتأمر بحسن الله أكبر الاقتضاء. قال فأخذ يسب هو وأخذ يتبسم صلى الله عليه وسلم. قال لكم مطل وأخذ يسب. فأخذ صلى الله عليه وسلم قال أقضي دينك. الله أكبر. وذهب به إلى البيت وقال قضى. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. حسن الخلق. والله إن نقرأ في التوراة أنه ما أغضبك أحد، وزاد إغضاب وزاد إغضاب كل شوي، ويزيد يتبسم ويزيد يتبسم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فسبحان الذي يعطي. أنا أخبرني واحد من إحدى القبائل يقول عندنا الشيخ من أعياننا مشهور بالحلم، يقول عجزنا نغضبه سبيناه أتينا من هنا. يقول والله مرة أنه راح منا واحد ملقوف سفيه ويبغى يطلب حاجة منه. قال يوم دخل في المجلس فقم في ذبح له هذا خروف اللي من الأعيان هذا. يوم دخل قال عشاك أولا قبل ما قال ما أبغاك ولا أبغى عشاك. قال إيش؟ قال الله يبارك فيك. يقول هذا عشاك جاهز. قال الله يبارك فيك يا ما شاء الله يبارك. قال والله انك اللي بتعشى عندك انه مثلك وانه يحرم عشاء. قال ويسب وسب. قال الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله ويتبسم يهرع لك سبحانه. فهذا موهبة من الله. هذا عطية الأحنف بن قيس الشيخ في هذا الجانب، وجميل ان نتحدث في هذا الجانب لنثبت هذا الخلق لدى الناس، الصبر والحلم وعدم الغضب. كان يساير رجل من الاعراب مغاضب له وكان يشتم الأحنف من امام وجهه وهو يسير باتجاه قومه الأحنف، وهذا يسيره ويشتم 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 ويشتم، فالأحنف لا يلقي إليه بالا حتى اقترب وبدأ يسمع صوت كلاب الحي فتوقف. قال: أتبقى لديك شيء من شتمك؟ أسمعني يا هنا فإنني أخشى عليك قومي. صدقت. قام رجل سفيه سب أبو بكر الصديق فسكت أبو بكر رضي الله عنه. قال السفيه: والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال أبو بكر: يدخل معك قبرك وليس قبري. الله. وأما الشعبي كان حليم ترى، سبه رجل سب قال: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. الله. ولده سبحان الله. بس من يتذكر يا أخي؟ من يتذكر؟ ادفع بالتي أحسن. الله. والذين هم عن اللغو معرضون وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما. الله. تحدثنا عن معن في الكرم ومن الذين اشتهروا بالحلم كذلك. بلا شك قصة الأعرابي عنده مشهورة. صدقت لما أغضبه أتذكر إذ الحافك جلد شاة وإذ نعلاك من خف جلد البعير إلى آخره. قال أذكر ذلك أتذكر وأتذكر أذكر ذلك. وفي الأخير قال له: كما أعطاك قومك يعني من الجائزة وأعطاه وأكرمه.
وأضعف لها المال. يا شيخ، في بيت لدى المتنبي وهو في هذا السياق عن الغيبة، كفانا الله وإياك شر الغيبة، وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة، وكل اغتياب جهد من ماله جهد. صدقت. نريد أن نتحدث عن هذا المعنى لأنها صاعقة من صواعق المتنبي جداً وهو غير المتدين جدا. يقول إني أرفع نفسي أن أغتاب أحدا من أعدائي، لأن الغيبة هي جهد إنسان تافه بسيط ما له جهد أصلا، جهد خسيس أصلا. أيوه، لأن اللي اغتابك ترى ما بيسوي شيء، لو بيسوي شيء ما اغتاب. ولذلك تجد اللي اغتاب الناس دائما ترى ضعيف نفس، واللي اغتاب الرجال ويغتاب الشرفاء والناس حتى النساء ما هو برجال، يعني قليل حيلة، قليل حيلة، لأنك إيش تعرض بضاعة الناس يعني تسبهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ يا أخي، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بشاركم هذا بلدك هذا. الله. يقول قلت أنا في بعض في كلمات تقولها في بعض الإخوة، قلت أنت يا البعيد المغتاب تجعل عرضك دونه حجاب وأعراضنا مشي كباب، يعني ما شاء الله تجده ممنوع أنه يغتابه، لكن هو مسير نفسه. والعجيب في أمر ثاني، نكتة ما ينتبه لها الناس، ترى الذي أنت تغتابه تراك تهدي له صلاتك وصيامك وقراءتك ونوافلك جميعا. شيخ مسير، وهذه هي المصيبة الكبرى يا كبرى شيخ. يا شيخ، وهذا المعنى هو الذي نريد أن نرسله إلى الناس، كفانا الله وإياك شر الغيبة. وبذلك نختم هذه الحلقة يا شيخ. مشاهدين الكرام، نرجو أن تكونوا استمتعتم بصحبة الشيخ حائض، وإلى موعد آخر مع الصواعق مع أبي الطيب المتنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيعلم القوم ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصمون. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح